السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الأولى من الدوري الإسباني الموسم الجديد 2021-2022، اليوم الإثنين 16/8/2021. متابعين الكرام، الجولة بدأت بمباراة فالنسيا والفوز على ختافي 1-0 يوم الجمعة الماضية 13/8/2021. يوم السبت 14/8/2021 مايوركا تعادل امام ريال بيتيس 1-1، قادش تعادل امام ليفانتي 1-1، اوساسونا تعادل سلبيان امام اسبانيول 0-0، ديبورتيفو الافيس خسر امام ريال مدريد 1-4. وامس الاحد 15/8/2021 سيلتا فيجو خسر امام اتلتيكو مدريد 1-2، برشلونة فاز على ريال سوسيداد 4-2، واشبيليه فاز على رايو فاليكانو 3-0. اما اليوم الاثنين 16/8/2021 فياريال تعادل سلبين امام غرناطة 0-0، كذلك اليتشي تعادل سلبين امام اتلتيك بلباو 0-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الاولى. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري الاسباني في المركز الاول ريال مدريد برصيد 3 نقاط، اشبيليه في المركز الثاني ب3 نقاط، برشلونة في المركز الثالث ب3 نقاط، اتلتيكو مدريد المركز الرابع ب3 نقاط، فالنسيا المركز الخامس ب3 نقاط، قادش المركز السادس بنقطة، مايوركا المركز السادس ايضا بنقطة، ليفانتي ايضا في المركز السادس بنقطة، وكذلك ريال بيتيس المركز السادس بنقطة. في المركز السابع اسبانيول بنقطة، واليتشي في المركز السابع ايضا، وفياريال وغرناطة واوساسونا واتلتيك بيلباو كل من هو في المركز السابع بنقطة. في المركز الثامن سيلتا فيجو وختافي في المركز التاسع، وريال سوسيداد المركز العاشر، والديبورتيفو الافيز المركز الحادي عشر، ورايو فاليكانو في المركز الثاني عشر، من اول المركز الثامن لحد المركز الثاني عشر بدون نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين اللاعب انخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد في المركز الاول سجل هدفين، واريك لاميلا لاعب اشبيليه النجم او ابراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد كذلك بهدفين، والظاهرة مارتن برسوايت لاعب برشلونة، وفي المركز الثاني كارلوس سولير لاعب فالنسيا بهدف، وجيرارد بيكي لاعب برشلونة، وإياغو سباس لاعب سيلتا فيجو، وناتشو لاعب ريال مدريد، وخواكين لوبيز أو خوانبي لوبيز لاعب ريال بيتيس، وموراليس لاعب ليفانتي، وخوسيلو لاعب دورتيفو ألافيز، وأيضا ألفونسو لاعب قادش، وميكل أورزابال لاعب ريال سوسيداد. خلينا نتعرف على ترتيب صناع الأهداف. متابعين الكرام، متصدر صناعة الأهداف اللاعب اندير لاعب ريال سوسيداد في المركز الأول صنع هدف، كذلك دافيد ألابا لاعب ريال مدريد، ودانيال لاعب مايوركا، وإيدن هازارد لاعب ريال مدريد، وفرانك دي يونج لاعب برشلونة، وجونزالو لاعب ليفنتي، ولوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، ومارتن برسوايد لاعب برشلونة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.